أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية جديدة تماما تأتيكم من قناة العربية. صباح الخير يا أسامة. صباح الخير يا حنين، وصباح الخير على مشاهدي العربية في كل مكان حول العالم. حال العالم هذا الصباح، البداية كالمعتاد بالعناوين. As I've said before, I'm with Joe. Senator Schumer, doesn't it leave Democrats? بايدن يتلقى دفعة دعم من زعيم الأغلبية الديمقراطية، أما الإعلام فيواصل الحرب عليه ويكشف أن دائرته المقربة تعمل كحراس شخصيين لإخفاء هفواته. الناتو في قمة الذكرى 75، العنوان أوكرانيا والتفاصيل انقسامات قد تهدد وجوده. إسرائيل تستبق اجتماع الدوحة لمناقشة صفقة التبادل بتصعيد واسع على الأرض، وأنفاق حماس تجدد الخلاف بين حكومة الحرب. جدل في بريطانيا، هل خاض مرشح الذكاء الاصطناعي الانتخابات؟ ومغربية تفوز بأول ملكة جمال غير بشرية. أهلا بكم. البداية من الولايات المتحدة والنقاش الذي لا ينتهي حول مصير الانتخابات الرئاسية. وبينما كان الرئيس جو بايدن في قمة الناتو بواشنطن يحاول ترميم ما دمرته المناظرة مع ترامب، كان المشرعون الديمقراطيون في اجتماعهم خلف الأبواب المغلقة لمناقشة موقفهم من ترشح الرئيس. هذا صحيح، موقف عبر عنه في كلمتين زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، فور خروجه من الاجتماع. قال بالحرف: أنا مع جو. هكذا قال تشاك شومر دون تقديم المزيد من المعلومات حول ما دار خلال هذا الاجتماع. Are you confident that President Biden has what it takes to win in November and serve the next four years? As I've said before, I'm with Joe. طبعا إعلان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ لموقفه الداعم للرئيس جو بايدن يأتي في توقيت شديد الأهمية، لكنه على الجانب الآخر لا يعكس اتحادا ديمقراطيا حتى هذه اللحظة خلف الرئيس، خاصة طبعا بعد دعوة 7 أعضاء ديمقراطيين بارزين حتى الآن في مجلس النواب بشكل علني الرئيس بايدن للتنحي جانبا، بل وإفساح المجال لشخص آخر لمنافسة ترامب الذي على ما يبدو أنه تفوق عليه في المناظرة. الغريب يا أسامة أن بايدن يتلقى دعماً دولياً خارجياً أكبر من الدعم الديمقراطي الداخلي في هذه الفترة تحديداً من زعماء يخشون عودة ترامب وسياساته، آخرهم المستشار الألماني أولاف شولتز الذي أكد أنه يثق في قدرات بايدن العقلية، وذلك خلال حديثه في قمة الناتو. نعم، أنا لست قلقا بخصوص مخرجات القمة، وذلك بفضل المحادثات العديدة التي أجريتها مع الرئيس جو بايدن مؤخرا. لقد أعد هذه القمة معنا بشكل جيد ودقيق. العديد من القرارات التي سيتم اتخاذها والتي تم التوصل إليها قد تم تنسيقها بشكل وثيق للغاية، لذلك ستكون القمة ناجحة. المستشار الألماني أولاف شولتز قال في التصريح، رغم أنه شهد على وقعة غريبة للرئيس الأمريكي خلال قمة مجموعة 7 في 2022 كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال، بايدن اختار أن يذهب إلى النوم في وقت مبكر بدلا من عقد لقاء سري مع المستشار الألماني حول الأزمة الأوكرانية. تفاصيل طبعا هذه القصة بأن الموعد الذي كان مقررا في منتجعات جبال الألب الذي تم تحديده في بداية المساء، كان تم تحديد هذا الموعد لأن المسؤولين الألمان كانوا يعلمون أن الرئيس الأمريكي يشعر بالتعب ليلا بحسب الصحيفة، لكن رغم ذلك ذهب بايدن إلى الفراش وأرسل وزير الخارجية أنتوني بلينكين بدلا منه للاجتماع مع المستشار الألماني. وول ستريت جورنال كشفت عن هذه الواقعة في إطار تحقيق متكامل حول سعي الدائرة المقربة من بايدن إلى إخفاء علامات تقدمه في السن، ومنذ هذه الواقعة في 2022 وربما قبل ذلك، لكن
يا أسامة، هل نجحت هذه الجهود في الحفاظ على صورة الرئيس جو بايدن؟ هذا ربما ما تقدم عليه الإجابة وول ستريت جورنال وتؤكدها الأيام المقبلة بكل تأكيد، لكن الوقت الحالي يبدو أن الحديث يتزايد بشأن ما الذي يقوم به أو ما الذي تقوم به الدائرة المقربة من الرئيس بايدن لحمايته من الهفوات والزلات. في آخر حوار تلفزيوني له قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه ضمن قلوب وعقول الناخبين، لكن هل هذه الثقة تنطبق على الدائرة الصغيرة المحيطة بالرئيس الأمريكي؟ يبدو أن الإجابة هي لا بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الذي كشفت في تقريرها الأخير وأكدت أن أعضاء الدائرة الداخلية لموظفي جو بايدن بالإضافة إلى السيدة الأولى جيل بايدن يعملون منذ سنوات لإخفاء التدهور المعرفي للرئيس الأمريكي عن الجمهور. هذه الدائرة الصغيرة من كبار المستشارين اعتبرت الصحيفة أنهم يعملون كحراس شخصيين للرئيس، بل وأنهم يتبعون مجموعة من الاستراتيجيات أبرزها جدولة الاجتماعات المبكرة فقط وعدم قبول الأسئلة غير المحددة في المنتديات العامة، بل ورفض المقابلات البارزة مع الصحفيين. مخاوفهم لا تقتصر على القدرات العقلية لبايدن، بل تشمل أيضا القدرات الجسدية. قد تم مثلا رفض خطة مقترحة للقيام برحلة عبر الولايات المتحدة للترويج لمشروع قانون البنية الأساسية بسبب مخاوفهم بشأن قدرة بايدن على التحمل، رغم أن هناك طبعا من يرد على هذه المزاعم بأن الرئيس قام مؤخرا برحلات مهمة وسريعة، سواء تلك التي سافر فيها إلى كييف أو مؤخرا إلى تل أبيب. التقرير استند أيضا على آراء أكثر من 20 مسؤول سابقين وحاليين في إدارة جو بايدن وأيضا مانحين رئيسيين لحملته الانتخابية. لا يخفي هؤلاء بالطبع أن بايدن بطبيعته حاد الذكاء وشخصية قيادية، كما أنه يهتم بالكثير من التفاصيل، لكن تأتي لحظات ينسى الرجل خلالها الكلمات بل ويتعثر في الجمل، وهي الزلات التي أصبحت تتكرر أكثر وأكثر إلى أن وصلت إلى ذروتها في المناظرة الأخيرة أمام دونالد ترامب الذي لا يرحمه. تقرير الصحيفة راجع أيضا سجلات زوار البيت الأبيض وقال إنها تراجعت بشكل ملحوظ، ما يشير إلى تعمد دائرة الرئيس المقربة إلى تقليل هفواته عبر تقليل ظهوره. لكن يبقى السؤال الآن، إلى أي مدى ستنجح هذه الاستراتيجية طوال رحلة السباق الانتخابي متعدد المراحل كما هو معروف؟ وإن نجحت ووصل بايدن إلى البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة، هل ستصمد هذه الاستراتيجية كذلك؟ كانت هذه 7 أسماء مرشحة محتملة لتولي الترشح في عن الحزب الديمقراطي، ولكن كل هذا المشهد يغذي الحملة الإعلامية المتواصلة ضد بايدن. وهناك أمر آخر طرحته كذلك صحيفة بوليتيكو مشككة في موضوعية طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونر الصديق المقرب لعائلة بايدن، تربطه معها علاقات شخصية وتجارية. If the Lord Almighty can say, Joe, get out of the race, I'll get out of the race. The Lord Almighty's not coming down. They all said I should stay. بكل ثقة أعلن بايدن بهذا التصريح انتهاء حلول الأرض بشأن انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض، معتمدا على التقييمات الطبية الجديدة لصحته، كما يقول. You got me, man. I'm not going anywhere. All right. This could not be done. أمام إصرار بايدن تنفتح جبهة جديدة عليه، هذه المرة محورها طبيبه الشخصي الدكتور كيفن أوكونر. وفقا لصحيفة بوليتيكو يعتمد عليه بايدن في تقديم التقييمات المتفائلة بشأن وضعه الصحي. تقول الصحيفة إن الطبيب تربطه بعائلة بايدن علاقة متينة منذ 2013، وأشبه ما يكون مرجعا طبيا لكل ما يتعلق بالعائلة. كان عقيداً في الجيش ضمن الطاقم الطبي للبيت الأبيض، ثم خدم لأول مرة كطبيب حكومي لجو بايدن عندما كان نائباً للرئيس. وبعد أن تولى جو بايدن الرئاسة، تولى أوكونر منصب طبيب البيت الأبيض. لكن النقطة المقلقة في مسيرة أوكونر
وفق بوليتيكو أنه ربطته مصالح تجارية بشقيق بايدن جيم بايدن مالك إحدى الإمبراطوريات الطبية، أمر يلقي بظلال شك حول موضوعية الطبيب في صياغة التقارير الطبية حول صحة بايدن. الرجل الذي أصبح محل اهتمام وسائل الإعلام والساسة تلقى مؤخراً طلباً للاستجواب من قبل رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب جيمس كومر حول مشاركته في أعمال عائلة بايدن وموضوعيته في تقييم اللياقة العقلية والجسدية للرئيس، مأزق جديد قد يخرج الرئيس عن سباق الولاية الثانية. رائد المصطفى، العربية. طبعا على ما يبدو بأن هناك الكثير من وسائل الإعلام الآن توجه رسائل الرئيس الأمريكي جو بايدن، طبعا آخرها افتتاحية نيويورك تايمز التي طالبت بشكل علني الأعضاء الديمقراطيين وكبار الديمقراطيين بأن يتحدثوا مع الرئيس بايدن وأن يجدوا بديل له لاستمرار السباق الانتخابي. ألقت هذه المهمة على عاتق حكيم جافريز وهو زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، وكذلك من أعلن دعمه تشاك شومر، وأيضا نانسي بيلوسي طالبتها الصحيفة بالتحدث مع الرئيس. لكن كما كنا نتحدث، هل الدائرة المقربة ستسمح لهم بالحديث مع الرئيس بشأن هذه الأمور أم لا؟ لأنه الرئيس جو بايدن يبدو أنه ماض في خطته، وهذا يعني الحديث الأخير له. لكن في ظل طبعا تزايد الانتقادات الموجهة للرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا البعض إلى خضوعه لاختبار إدراكي لتحديد قدرته على خوض سباق البيت الأبيض وإنهاء هذا الجدل الموجود في الولايات المتحدة. موقع أكسيس استعرض أهمية هذه الاختبارات السريعة التي يمكنها الكشف عن علامات التدهور الإدراكي ربما على غرار الفحص الذي خضع له سلفه ترامب. صحيح، ترامب مثلا في عام 2020 تفاخر مرارا وتكرارا بأنه نجح في اختبار MOCA الإدراكي، وقال طبيبه أيضا في ذلك الوقت إنه أول رئيس يتلقى مثل هذا التقييم في هذا الاختبار، وهو الاختبار الذي يقيم التركيز والتذكر والذاكرة القصيرة قصيرة المدى والتفكير المجرد والقدرة على استخدام اللغة وفهمها. طبعا السؤال الآن، هل يخضع بايدن لهذا الاختبار؟ كبير المراسلين الطبيين في شبكة CNN أكد أن الرئيس بايدن يجب أن يخضع لاختبارات مفصلة للاضطرابات الإدراكية والحركية، ويجب أيضا أن تكون هذه النتائج متاحة للجمهور. أما بايدن فيتجنب الاستفسارات حول ما إذا كان سيخضع لاختبار إدراكي بعد أدائه في المناظرة، مشيرا إلى أنه يخضع لاختبار إدراكي كل يوم، وهو لا يقوم بحملة انتخابية فحسب بل يدير العالم أيضا. وفي مواجهة التكهنات الكثيرة التي تحيط بالوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن، يلعب المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشكل غير معتاد ورقة ضغط النفس. ترامب على ما يبدو يعتمد استراتيجية في هذه المرحلة، لا خطابات لاذعة ولا أوصاف حادة. دونالد ترامب طبعا معروف بأنه لا يوفر انتقاداته بشكل كبير، لكنه حتى هذه اللحظة يلاحظ بأنه لم يعلق إلا بشكل مقتضب على العاصفة التي يواجهها الرئيس الديمقراطي جو بايدن تحديدا بشأن وضعه الصحي. ربما الصحافة قامت بهذه المهمة، ويرى الخبير الاستراتيجي الجمهوري روب بورغيس أن شبه صمت المرشح الجمهوري كان متعمداً تماماً، فهو يستغل الفرصة النادرة التي يتحول فيها الانتباه عن محاكماته وأزماته القانونية. هو الآن ترامب المرشح الذي تغلب على بايدن في المناظرة، لا ترامب المتهم. لكن هناك سبب ثاني أيضاً، وهو خوف ترامب صاحب 78 عام من انسحاب بايدن ومواجهته لمرشح أصغر سناً. سيكون حينها ترامب كل انتقاداته لمسألة العمر والخرف موجهة إليه شخصياً في هذه الحالة. من المتوقع أن يعلن ترامب عن نائبه خلال الأيام القادمة بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري 15 من الشهر الجاري.
got an ego and he doesn't want to quit. He doesn't want to do that. It just looks to me like that's what he wants. I don't think anybody's more qualified to be president or win this race than me. I mean, you really have to speak to his doctors. No one said I had it. No one said they said I'm good. But obviously he's been sheltered by the fake news media. I think it's all the pollsters I talk to tell me it's a toss-up. It's a toss-up. I think Jill would like to see him stay. She's having a good time. Donald Trump wakes up every morning thinking about one person and one person only, himself. I'm hearing that Hunter is calling the shots. Trump is a pathological liar. This isn't necessarily a very positive thing for our country. Have you ever seen anything Trump did that benefited somebody else, not him? مستمرون معكم في أخبار الصباح وتتابعونا بعد قليل. ميناء غزة المؤقت في مهمة أخيرة لأيام قبل تفكيكه نهائياً. لدينا أيضاً بعد الفاصل، لبنان يسدد ثمن فاتورة الحرب من السياحة، انتكاسة بعد انتعاشة العام الماضي. أهلا بكم مجددا. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال خلال كلمته أمام قمة حلف الناتو المنعقدة حاليا في واشنطن، قال إن غالبية الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يدركون أن الناتو هو الذي يجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا. وفي شأن أوكرانيا قال بايدن إن أمريكا وحلفائها سيزودون أوكرانيا بخمسة أنظمة للدفاع الجوي، وأن هذه الهبة التاريخية التي تتضمن نظام باتريوت تندرج في إطار الجهود التي يبذلها حلف الأطلسي لحماية أوكرانيا من الهجمات الجوية الروسية. هذا القرار ربما يأتي عطفا على هذه المحادثات التي جرت خلال الأسابيع الماضية بين الولايات المتحدة وإسرائيل لإرسال أسلحة الباتريوت أو أنظمة الباتريوت لدى إسرائيل التي بقيت في إسرائيل لثلاثين عاما إلى أوكرانيا. هي مع القوات الأمريكية الموجودة في إسرائيل، لكن من المقرر كذلك أن يكون هناك لقاء يوم الخميس، غدا الخميس، ما بين الرئيس جو بايدن والرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، الذي قالها بشكل واضح، قال لنكن صريحين، الجميع ينتظر نوفمبر، دعونا لا ننتظر نوفمبر وابدأوا بإرسال الأسلحة هو الآن. بالطبع أكثر القلقين من السيناريو الذي يخسر فيه جو بايدن ويأتي ترامب. يريد المستبدون قلب النظام العالمي الذي ظل قائماً إلى حد كبير منذ ما يقرب من 80 عاماً وما زال مستمراً، وتواصل الجماعات الإرهابية التخطيط لأعمال شريرة والتسبب في الفوضى والمعاناة. وفي أوروبا تستمر حرب بوتين العدوانية ضد أوكرانيا. ما يريده بوتين ليس أقل من الإخضاع الكامل لأوكرانيا ومحوها من الخريطة، لكن ليس هناك شك من أن أوكرانيا قادرة على إيقاف بوتين، وسوف تفعل ذلك خاصة مع دعمنا لها، وهم يحظون بدعمنا الكامل. لقد وقع أكثر من 20 من الشركاء المتحالفين اتفاقية أمنية ثنائية مع أوكرانيا، وستتبعها المزيد من الدول. واليوم ستقدم الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا وإيطاليا دعماً تاريخياً بمعدات الدفاع الجوي لأوكرانيا. سنزود أوكرانيا بخمسة أنظمة دفاع جوي استراتيجية إضافية، وفي الأشهر المقبلة تعتزم الولايات المتحدة وشركاؤها مد أوكرانيا أيضاً بالعشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية الإضافية. وكما كنا نقول، حث الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي القادة السياسيين الأمريكيين في واشنطن على عدم انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر القادم للتحرك بقوة لمساعدة بلاده ضد روسيا. زيلينسكي قال كذلك في خطابه بمعهد رونالد ريغان عشية انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي إن العالم بأسره يتطلع نحو شهر نوفمبر، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. زيلينسكي أشار أيضاً إلى أن الوقت قد حان للخروج إلى العلن واتخاذ قرارات قوية للعمل وعدم الانتظار لشهر نوفمبر أو أي شهر آخر.
أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ فحث زعماء الحلف على مواصلة دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، قائلا إن نتيجة هذا الصراع ستشكل الأمن العالمي لعقود من الزمن. خلال طبعا الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الحلف، قال أيضا ستولتنبرغ أن الحلف يجب أن يظهر نفس العزم الذي أظهره في لحظات مهمة أخرى من التاريخ، وأنه لا توجد خيارات مجانية مع روسيا العدوانية كجارة، على حد تعبيره طبعا. وأشار كذلك ستولتنبرغ أنه لا توجد خيارات خيالية أو خالية من المخاطر في الحرب، وأن التكلفة الأكبر والمخاطرة الأكبر ستكون إذا انتصرت روسيا في حربها بأوكرانيا. إذن قمة الناتو تأتي في وقت شديد الحساسية، ليس بسبب الأزمات العالمية فحسب، بل الأزمات غير المسبوقة التي يواجهها الحلف نفسه. لنا حسين لديها المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر. صباح الخير حنين وأسامة. صباح الخير. فعلا الاحتفال بميلاد الناتو 75 هذا العام لا يتوقع أن يكون من ضمنه احتفالات أو استعراض للإنجازات، فالأزمات تخيم على القمة التي تستضيفها واشنطن، فهناك من خرج عن خط الحلف الداعم لأوكرانيا، وهناك من لا يريد تعزيز الإنفاق، وعلى الطرف الآخر من هو صامت وينتظر عودة ترامب وموقفه من الحلف. أزمات على مدى التاريخ واجهها الحلف، لكن من الواضح أن الأزمات الحالية أقوى من سابقاتها، إذ يواجه تحديات عدة تشير بشكل ملحوظ إلى انقسام، حيث ينقسم الأوروبيون والأمريكيون بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، إضافة أيضا إلى التعاطي مع الصين وصولا إلى تنظيم التكنولوجيات الرقمية بحسب تقرير لمجلة فورين بوليسي. ومشكلة أخرى أكثر وضوحا للتوتر داخل الحلف تتمثل بالتحول في توزيع القوة العالمية، فعندما تشكل الحلف قبل 75 عام كانت أوروبا حينها القوة الصناعية العالمية الأولى، ثم ظهرت الصين لتحظى آسيا وقتها باهتمام الولايات المتحدة أكثر من أوروبا. وعلى الرغم من أن الحلف يواجه أزمة الآن، أزمة تتعلق باستمراره لعقود طويلة، لكن فورين بوليسي شككت في أن تتسبب هذه الأزمات بتفكك الحلف حتى وإن عاد ترامب المتشكك إلى السلطة. هذا كل ما لدي، أعود لكما حنين وأسامة. صحيح يا لنا، أنت ذكرتي مسألة عودة ترامب إلى السلطة. صحيح. ترامب بالفعل جلس في البيت الأبيض 4 سنوات، هو كل ما تحدث عنه مسألة الإنفاق، وهي أشار إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه غالبية الدول الآن تلتزم ب 2% من الإنفاق الدفاعي، وربما هناك دول تزيد، فيعني المخاوف. لكن السؤال الأهم حتى طرحته بعض الصحف الأمريكية أنه الكثير من قادة العالم الذين ذهبوا إلى هذه القمة ذهبوا يشغلهم شيء واحد فقط، ليروا جو بايدن، هل هذا بايدن الذي نراه على مدى السنوات الماضية أم لا؟ واطمأنوا بالفعل على الرجل لأنه يقود العالم في نهاية المطاف. صحيح يا أسامة، هذا صحيح إلى حد كبير، ولكن تصريح ترامب الشهير الذي قال إنه سيشجع كل الدول التي أو سيشجع روسيا على استهداف الدول التي لا تنفق بشكل صحيح في الحلف، ستشجع روسيا على استهدافها، وهذا أكثر ما يقلق حلف الناتو. سياسة الضغط الكلامية التي دائما ما يتبعها ترامب هي معروفة، لكن في لحظة الإجراء يكون عقلاني للغاية على ما يبدو طبقا لأربع سنوات. شكرا جزيلا لنا حسين على كل هذه المعلومات. نذهب إلى تطورات الحرب في غزة التي تصاعد فيها الاستهداف الإسرائيلي تحديدا خلال الساعات الماضية. مصادر فلسطينية أفادت بمقتل 40 شخص في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة في الشمال، والبريج ودير البلح والنصيرات في الوسط، ورفح كذلك في الجنوب أيضا. أفاد مسؤولون طبيون فلسطينيون بأن غارة جوية استهدفت خياما تؤوي أسرا نازحة أمام مدرسة في بلدة عبسان شرق خان يونس في جنوب غزة. أيضا واصلت الدبابات الإسرائيلية توغلها في بعض أحياء مدينة غزة، منها الشجاعية والصبرة وتل الهوى. أيضا سكان كذلك أفادوا في هذه المناطق بوقوع بعض أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب منذ أكثر من 9 أشهر الآن. كانت حماس نقلت عن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قوله إن الهجوم الإسرائيلي من شأنه أن يعيد عملية التفاوض إلى نقطة الصفر.
نزرع المدرسة، فكل المدرسة اللي فيها أشلاء ومقطعين، والوضع صعب خالص بصراحة. يعني اتفرج هاي يصور هامش، هو قطع الأطفال أشلاء والشباب أشلاء والنساء أشلاء. وعلى صعيد آخر، قال عدد من المسؤولين الأمريكيين إن الرصيف العائم الذي بناه الجيش الأمريكي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة سيتم إعادة تركيبه اليوم بهدف استخدامه لعدة أيام فقط. المسؤولون الأمريكيون أشاروا أيضاً إلى أنه وبمجرد الانتهاء من نقل المساعدات سيزيل الجيش الأمريكي الرصيف بشكل دائم ويغادر. حتى الآن الرصيف العائم ما زال في أشتون. القيادة المركزية تعتزم إعادة تثبيت الرصيف مبدئيا هذا الأسبوع، ما سيمكن مرة أخرى من إيصال مساعدة إضافية إلى غزة. على المستوى السياسي كذلك تستأنف مفاوضات صفقة التبادل اليوم. مصدر مسؤول أكد للعربية أن مفاوضات الهدنة ستستأنف في الدوحة اليوم وفي القاهرة غدا. المصدر أكد كذلك وجود اتفاق حول الكثير من النقاط التي كانت عالقة في المفاوضات السابقة بين حماس وإسرائيل. الآن الكثيرين يبدو أنهم يرون أن هذه الجولة من المفاوضات مختلفة عن سابقاتها، وأنه تم تهيئة الطريق على ما يبدو للتوصل إلى الصفقة هذه المرة، طبعا بداية من تنازل حماس وإسرائيل عن بعض الشروط التعجيزية، وكذلك الملف الأهم بين مصر وإسرائيل المتعلق بمعبر رفح وكذلك محور فيلادلفيا. بكل تأكيد حنين لديها المزيد من التفاصيل حول هذه القصة. يا أسامة، إذن نقطة خلاف دائمة وأزمة متصاعدة بين مصر وإسرائيل شكلها محور فيلادلفيا، وخاصة منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في رفح ومنذ سيطرة إسرائيل على المعبر والمحور. لكن إسرائيل وبحسب هيئة البث ستسلم مصر السيطرة المدنية على معبر رفح ومحور فيلادلفيا بحال تمت الصفقة التي ستبدأ مفاوضاتها اليوم، مشيرة أيضا لخطة إنشاء حاجز تحت الأرض على طول الحدود. هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مسألة بناء حاجز على طول الحدود بين غزة ومصر، إلا أن التصريحات المتضاربة دائما ما دارت حول هذا الحاجز، وهي مسألة نفتها مصر من جهتها مرارا. لكن من الجانب الآخر، هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الوفد الإسرائيلي في القاهرة يناقش مع المصريين والأمريكيين إقامة الحاجز على الحدود، لاعتقادها بأنه سيمنع تهريب الأسلحة وحفر الأنفاق. إسرائيل تطالب بأن يكون هذا الجدار مزوداً بوسائل تكنولوجية ويمتد تحت الأرض من أجل القضاء على الأنفاق تحت الخط الحدودي، وفقاً للتقرير الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية، والذي أشار كذلك إلى دعم أمريكا من خلال تخصيص إدارة بايدن حوالي 200 مليون دولار للمشروع. وعلى الرغم من نفي الإعلام المصري لهذا الأمر، تقول تل أبيب إن ملف محور فيلادلفيا مطروح بقوة على طاولة المفاوضات، وتنازل إسرائيل عن السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح يعني تمهيد الطريق للصفقة في المفاوضات التي ستنطلق اليوم، وبعد أن شكلت هذه النقطة عقبة رئيسية بين مصر وإسرائيل. طبعا هذه المفاوضات، وربما أن أكثر المتفائلين يشككون في عبارة اختراق التي وردت عن مسؤولين إسرائيليين بالأمس حول هذه النقاط تحديدا من المحادثات مع مصر، إلا أنها كذلك تعد نقاط مهمة، ولكن تشير إلى ما جاء في تقارير أن أنفاق حماس لا تزال قائمة، وبالعكس أنها مددت وجددت قوتها على بناء هذه الأنفاق كما لدينا الآن.
بكل تأكيد سنتابع طبعا ما الذي ستسفر عنه هذه المفاوضات، وإلى أي مدى هذه الآمال الموجودة في هذه المرحلة المعقودة طبعا على بداية المفاوضات، سواء لإيقاف الحرب بشكل مؤقت أو صفقة التبادل. لكن الآن يعني كما هو معلوم بعد أكثر من 9 أشهر على الحرب، هناك الآن تقديرات ميدانية أخرى للجيش الإسرائيلي تخالف توقعات الحكومة. هذه التقديرات العسكرية تؤكد بأن أنفاق حماس لا زالت في جاهزية عالية وفي عدد من المناطق كذلك، هو الأمر طبعا الذي فجر خلافا واسعا داخل الحكومة الإسرائيلية. من هنا تنبعث مخاوف الإسرائيليين، ومن هنا أيضا تعددت روايتهم. الرواية الإسرائيلية حول أنفاق غزة انقسمت إلى شطرين متباينين. ميدانيا أعلنت إسرائيل مرارا وبإسهاب على لسان مسؤوليها العسكريين تدمير عشرات الأنفاق واقترابها من إنهاء مهمة القضاء عليها، لكن الجديد أظهر عكس ما كانت تعلنه حكومة نتنياهو. تقديرات للجيش الإسرائيلي أظهرت أن أنفاق حماس في جاهزية مرتفعة، وأنه لم يتم الوصول إلى الكثير منها في مركز القطاع ومعظم رفح وشجاعية، وتزيد بالقول إن حماس قامت بترميم وإعادة تأهيل الكثير من الأنفاق التي دمرها الجيش الإسرائيلي، وكذلك تم تصليح مصنع الإسمنت الذي يستخدم لبناء الأنفاق. كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين قدروا أن شبكة أنفاق حماس في القطاع يتراوح طولها بين 563 إلى 724 كيلومترا. التقديرات أيضا أشارت إلى أن الأنفاق ما تزال تشكل خطرا على نحو يتيح الاقتراب من الجدار الحديدي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. بشأن ذلك ينشب الخلاف الداخلي بين الإسرائيليين، يعقب بن غفير بالتساؤل ساخرا عما إذا كان نتنياهو قد أعلن عن عودة الجيش بعد انتهاء المهمة، مشيرا إلى أسباب رفضه لدخول الحكومة مع نتنياهو. ألم يعلن رئيس الوزراء أن المهمة أنجزت وأن الجيش سيخرج قريبا؟ هذا السبب الذي نرفض أن نكون فيه بدون تأثير في الحكومة. مهمة ليست كما يراها نتنياهو، فوق الأرض ليس كتحته، وتفكيك الأنفاق على الأقل قد يستغرق سنوات إن أمكن ذلك، يقول مختصون. محمد الناه، العربية. ناحية أخرى، أعلنت إسرائيل مقتل شخصين في هضبة الجولان بعدما أشار الجيش إلى إطلاق صواريخ من لبنان على المنطقة. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن رجلاً وامرأة قتلا، مشيرة إلى أن سيارتهما أصيبت مباشرة، وكان الجيش الإسرائيلي أشار في وقت سابق إلى إطلاق 40 صاروخاً من لبنان. طبعا هذه التطورات تأتي بعد استهداف إسرائيل لأحد الشخصيات العسكرية الكبيرة اللبنانية، يقال أنه كان أحد الحراس الشخصيين لحسن نصر الله. لكن على الجانب الآخر في إطار التصعيد أيضا في اليمن، هذه المرة جماعة الحوثي قالت أنها استهدفت السفينة سانتوسا التابعة لشركة مارسك في بحر العرب بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة. يحيى سريع المتحدث باسم الجماعة قال في بيان أنه تم استهداف السفينة مارسك سانتوسا الأمريكية في بحر العرب من خلال القوات البحرية وأيضا القوة الصاروخية في عملية مشتركة، اعتبر كذلك بأن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة. وفي وقت سابق قالت شركة الشحن العملاقة مارسك إن السفينة ميرست سنتوسا التابعة لها أبلغت عن استهدافها بجسم طائر، وأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو عن وقوع أضرار في السفينة. طبعا ما إلى لبنان. لبنان بعد أن تأثر طبعا بانفجار مرفأ بيروت في عام 2020، استعادت السياحة في لبنان رونقها في العام الماضي. دخل مطار بيروت خلال 3 أشهر فقط 1,300,000 مغترب وسائح، لكن يبدو أن عائدات السياحة وصلت في هذه المرحلة إلى 3 مليارات دولار ونصف المليار. هذا في العام الماضي، ولكن العام الحالي جاءت الحرب المستمرة منذ 9 أشهر لتحول هذه المكاسب، مكاسب الموسم السياحي، إلى خسائر فادحة. نتابع. بينما تقرع طبول الحرب على كرة الجنوب الحدودية، يعزف اللبنانيون أنغام السلام في شوارع بيروت. هذا واحد من عشرات الفعاليات التي يحيي اللبنانيون بها موسم الصيف متحدين الحروب. نحن جايين من الجنوب،
فانه مقارنه بجنوب صراحه هون حياه تانية، يعني انه الحياه عادي ورواق، وحتى الحلم يمكن ما معها خبر شو عم بيصير فوق، فبحس انه لا بالعكس كثير حلو، انه اول شيء بغيروا جو للناس اللي جايه من الجنوب. يحاول اللبنانيون التغلب على ازمه تلو الاخرى، لكن الارقام تشير الى ان ارباح السياحه العام الماضي حلت مكانها خسائر الحرب الاقتصاديه المستمره منذ 9 أشهر. خليه تبدو باحه هذا الفندق من السيارات، فنسبة الإشغال الفندقي خارج بيروت لا تتعدى 10%. هذا إكران أوتيل بالصيفية، ما في ولا حجز؟ غرفة واحدة فقط تم حجزها هنا بعكس العام الماضي عندما اكتملت الحجوزات، لكنها ألغيت مع بدء حزب الله لحرب الإشغال والمساندة. كان عندنا حجوزات بأكتوبر ونوفمبر كتير، كله التغى، يعني بشكل دراماتيكي بلشت الكانسليشنز وحدة وراء التانية، ومن وقتها لهلأ بسمح لحالي أقول أنه ما عندنا شغل، يعني حتى لدرجة الموظفين منجي يومين ثلاثة بالجمعة منتواضب مع بعضنا تنكون في حدا على طول بالإدارة، عم نعمل إشياء أونلاين، مسكرين طوابق بالأوتيل. شو بدك بعد قلك أكثر من هيك؟ حتى أونلاين الحجوزات ما في، لأنه نحن بدنا سواح أجانب. هلأ عم نقاوم بس ما في بعد حلول مستدامة، هيدي الشغلات اللي عم نشوفها موسمية، إن شاء الله بكون في انتخاب رئيس جمهورية بتجعل مؤسسات تمشي وتنتظم تنمشي بمشاريع إصلاحية ومستدامة للبلد. وصلت عائدات السياحة إلى 3.5 مليار دولار العام الماضي، لكن هذا الموسم يشهد تراجعاً مع غياب السياح الأجانب. غنوة يتيم، الحدث، بيروت. أخبار الصباح مستمرة مشاهدونا وتتابعونا فيها بعد قليل. في أول جلسة للبرلمان الجديد، رئيس مجلس العموم البريطاني يجر إلى مقعده جراً. رغم تحسن العلاقات بين البلدين، استراليا تحذر من هجمات مؤلمة للقراصنة الصينيين. أهلا بكم من جديد. قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن مكتبه يتابع تقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية على طول الحدود الليبية التونسية، مبينا أنه في مارس الماضي تم اكتشاف مقبرة تحتوي على ما لا يقل عن 65 جثة يفترض أنها لمهاجرين. في مارس الماضي تم اكتشاف مقبرة جماعية في جنوب غربي ليبيا تحتوي على ما لا يقل عن 65 جثة يفترض أنها لمهاجرين، وهذا أمر مروع بما فيه الكفاية. نتابع التقارير عن مقبرة جماعية أخرى تم اكتشافها مؤخرا في المنطقة الصحراوية على الحدود الليبية التونسية، وأحث السلطات على الرد بسرعة على استفساراتنا والتحقيق في هذه الجرائم بشكل كامل، ولعائلات من فقدوا حياتهم لهم كل الحق في معرفة الحقيقة. في بريطانيا انعقدت الجلسة الأولى للبرلمان البريطاني بعد فوز حزب العمال بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان. الجلسة التي شهدت اختيار رئيس البرلمان، خاطب خلالها رئيس الحكومة الجديد كير ستارمر مجلس العموم للمرة الأولى، كما خاطبه أيضا زعيم المعارضة الجديد ورئيس الحكومة السابق ريشي سوناك. الجلسة شهدت تقليدا تاريخيا غير اعتيادي، وهي جر رئيس مجلس العموم إلى مقعده جرا. التفاصيل مع مصطفى زار. هو البرلمان الأكثر تنوعاً من حيث العرق والجنس. بهذه العبارات احتفى زعماء مجلس العموم بالفائزين في الانتخابات العامة. البرلمان الذي ينعقد للمرة الأولى يضم أكبر عدد من النواب الجدد ب 335 نائباً، 10 منهم في العشرينات من العمر. أولى مهام البرلمان اختيار رئيسه الجديد. لينزي هويل أعيد انتخابه مرة ثانية من دون منافسة. جر بحسب التقاليد التاريخية إلى مقعده جرا لممارسة مهام إدارة النقاش والانضباط في البرلمان.
فصاحب الموقع يحتاج إلى بعض الإقناع لتولي هذا الدور خشية عواقبه الوخيمة التي كلفت حياة 7 من رؤساء البرلمان على الأقل في القرن 14 لإبلاغهم الملك بما كان يحدث في دهاليز البرلمان. كير ستارمر في أول كلمة أمام النواب كرئيس للوزراء أشاد بالتنوع العرقي في البرلمان وبفرصة المسؤولية لخدمة الشعب. بعد 14 عاماً في السلطة، حزب المحافظين يعيد بناء نفسه، وسنتولى الآن الدور الحاسم للمعارضة الرسمية لجلالة الملك بشكل احترافي وفعال ومتواضع، وتبدأ استعادة الثقة بتذكير أن وجودنا هنا يمثل فرصة للقيام بما يتوقعه منا أولئك الذين نخدمهم، وفي حالتنا هذا يعني محاسبة الحكومة الجديدة. من واجبنا جميعا أن نظهر أن السياسة يمكن أن تكون قوة من أجل الخير، لذلك مهما كانت خلافاتنا السياسية فقد حان الوقت الآن لطي هذه الصفحة والاتحاد في المسعى المشترك للتجديد الوطني وجعل هذا البرلمان الجديد برلمان خدمة. جميع النواب سيؤدون قسم الولاء وقد تستمر العملية لبضعة أيام، ولا يجوز لأي نائب خوض أي مناقشات للتشريعات أو التصويت عليها أو حتى الحصول على راتب إلا بعد أداء اليمين. أول جلسة نقاش برلمانية متوقعة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، عندما يفتتح الملك تشارلز الجلسة بخطاب يعلن فيه عن برنامج الحكومة البريطانية الجديدة في الدورة التشريعية الجديدة. مصطفى زارو، العربية، لندن. أسامة، إلى جانب هذا التقليد التاريخي يعني الملفت، كذلك هناك بالتنوع الذي جاء في التقرير حول هذا المجلس، كذلك هناك 40% من نسبة الأعضاء نساء، وهذه للمرة الأولى ربما في بريطانيا تبلغ هذه النسبة. نسبة 40% من مقاعد البرلمان، صحيح. لكن من اللافت دائما أن بريطانيا واحدة من الدول التي تعتز دائما بتقاليدها، يعني سواء في البرلمان أو حتى في الحياة الملكية وفي تعامل العائلة الملكية مع القوانين وما إلى ذلك، يعني هناك تمسك كبير بهذه التقاليد، بل بيعتبرونها جزءا من إرثهم التاريخي الذي يجب أن يعتزوا به، وهذا يعني على ما يبدو شيء جيد ويحبه البريطانيون أيضا. نعم. إذن أعلنت نقابة تمثل عشرات الآلاف من عمال شركة سامسونج إلكترونيكس في كوريا الجنوبية إضراباً عاماً مفتوحاً لإجبار الإدارة على التفاوض بشأن الأجور والمزايا، وذلك بعد فشل مفاوضات مطولة بين الإدارة والعمال بشأن الأجور والمزايا بعد أن علمت أن الإدارة ليست مستعدة للحوار بعد الإضراب العام الأول. انطلق الصاروخ آريان 6 الأوروبي في رحلته الأولى ليعيد وصول القارة المنفرد إلى الفضاء بعد حالات فيها تأخير وانتكاسات سياسية وحتى خلافات حول التمويل. الصاروخ الأوروبي انطلق بلا طاقم في رحلة استمرت 3 ساعات تقريبا من منصة الإطلاق في جيانا الفرنسية، منهيا توقف عمليات الإطلاق الأوروبية الذي استمر تقريبا عام كامل. مهمة إطلاق الصاروخ آريان 6 ليست تجارية، وفي حال نجاحها فمن المقرر أن يحمل الصاروخ على متنه مجموعة من الأقمار الصناعية وتجارب لوكالات وشركات وجامعات أوروبية. وإلى آخر أخبار الطقس المتقلب، حيث قتل 8 أشخاص على الأقل في جنوب الولايات المتحدة بعدما تسببت العاصفة بيريل بسقوط أشجار وبفيضانات. على سبيل المثال في ولاية تكساس تسببت العاصفة بمقتل 7 أشخاص على الأقل، بينما قضي آخر في لويزيانا المجاورة حسبما ذكرت السلطات المحلية هناك حتى هذه اللحظة. هذا وارتفعت حصيلة قتل الإعصار بيريل إلى 18 شخصا على الأقل بعدما اجتاح منطقة البحر الكاريبي الأسبوع الماضي. المركز الوطني الأمريكي أيضا للأعاصير قال إن العاصفة بيريل ضعفت قوتها، تتجه نحو كندا برياح تبلغ سرعة 30 ميلا في الساعة. كما حذر المركز أيضا من أنه ما زال من الممكن أن تتسبب العاصفة بفيضانات وزوبع. رغم تحسن العلاقات الصينية الأسترالية، إلا أن وكالة الاستخبارات الإلكترونية الأسترالية حذرت من خطر القراصنة الصينيون المتزايد.
هذه الوكالة أيضا أشارت بشكل خاص إلى أن مجموعة القراصنة التي تدعى ABT40 والمتطورة استهدفت بشكل متكرر شبكات حكومية وخاصة لحساب ذراع وزارة أمن الدولة الصينية. عمليات الاختراق وصلت إلى بريطانيا، وهذه المرة للأسف كان ضحيتها مرشحو حزب الإصلاح الذين تردد أنه تم إنشاؤهم بواسطة الذكاء الاصطناعي. صحيفة الغارديان قالت إن الحزب اضطر لإثبات أن جميع مرشحيه في الانتخابات العامة المبكرة كانوا حقيقيين، خصوصا المرشح مارك ماتلوك، حيث أثيرت شكوكا حوله بعد غيابه عن عمليات فرز الأصوات في دائرته الانتخابية وذلك في جنوب غرب لندن. طبعا المرشح ماتلوك الذي خسر الانتخابات برر غيابه بسبب إصابته بالتهاب رئوي. أوضح أيضا أن صورته على وسائل التواصل خضعت للتعديل بشكل رقمي، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة تيليغراف البريطانية. في فرنسا ومن المعروف أيضا على مستوى العالم هناك تطورات سريعة يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن هذه المرة وصل الأمر إلى المغرب بفوز كنزة ليلى، أول مؤثرة مغربية افتراضية تم تطويرها حاسوبيا ودعمها كذلك بالذكاء الاصطناعي، فازت بلقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم. طبعا فريق كبير يقف وراء كنزة متغلبا على 1500 متنافسة أخرى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها $13,000. أما أعضاء لجنة التحكيم فقالوا إنهم أعجبوا بالتكنولوجيا المتقدمة التي تقف وراء نجمة الذكاء الاصطناعي، إضافة طبعا إلى شخصيتها الجذابة بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. ملكة جمال الذكاء الاصطناعي، لكن لنظل في العالم الواقع الحالي. يعني جميلة الفكرة وجميلة أن تشهد هذه الأداة، هذا التطور. صحيح. لمسابقة لملكة الجمال، ولكن في المغرب يعني هناك الكثير من الجميلات، يعني اللواتي يستهلن هذا اللقب. يعني بكل تأكيد هو موضوع جيد وشيق، لكن نتمنى أن يظل الذكاء الاصطناعي في هذه الأمور السلمية الجيدة في كل الأحوال الخفيفة. دعونا نذهب إلى راوية ونور لنرى ما الذي لديهما كذلك اليوم في صباح العربية. صباح الخير يا راوية. صباح الخير يا نور. صباح الخير أسامة. صباح الخير جميعا. طبعا حنين، والله ما في أجمل، أنا برأيي شو بعرفش إذا شو رأيك، جمال الطبيعي. جمال الطبيعي وما هو واقعي وبشري وحقيقي. خلينا في الحقيقة أحسن. على كل حال إحنا لدينا الكثير من الموضوعات الشيقة هذا اليوم، ولدينا نقاش تحديدا عن الاشتباه بإصابة شيرين بمرض ثنائية القطب. طبعا نسمع كثيرا في مجتمعاتنا اليوم عن هذا المرض ثنائي القطب، أو هذاك نرجسي، أو هذا مكتئب. ونحن نسأل، ماذا نسأل؟ أمراض نفسية كثيرة. سؤالنا، هل زادت التصنيفات النفسية عن حدها؟ يعني كلما كثرت هذه الأسماء والأمراض ربما أصبح الموضوع معقد أكثر للتشخيص وللعلاج أيضا. ولكن هل هناك نوع من أنواع المبالغة في هذه التصنيفات؟ شو رأيكم؟ اجتماعيا أكيد، بكل تأكيد. يعني بعيدا عن مرض ثنائي القطب أو باي بولر، يعني فكرة نرجسي انطوائي، هذه التصنيفات اللي أنا مكتئب، أنا عندي تروما. يعني الناس كثير بتعبر بتستخدم مصطلحات هي فعليا تحتاج لتشخيص عميق، بس بتستخدمها بشكل اجتماعي. يعني بينما يمكن هذه الظواهر موجودة منذ الأزل، يعني هي أنواع شخصيات، ولكن هناك أنواع أمراض بعتقد مثل باي بولر أو borderline personality، يعني هدول يعتبروا أو يصنفوا بأمراض فعلية وبدها كمان بعض الأشخاص. هو يبدو أنه في اتجاه عند هذه التشخيصات حتى يبرروا يمكن أشخاص معين. طبعا المرض النفسي موجود وتشخيصه قائم ومهم، لكن الاستغلال في بعض الأحيان هو المشكلة. بالفعل. وكمان فكرة إطلاق الأحكام على الآخرين، يعني إحنا بنتحدث عن أمراض نفسية، هناك مختصين لديهم المقدرة والمعرفة. يعني أكون صادق معك، أنا ما أعرفش إيه هو النرجسي وثنائي القطب، ويعني
رح نتحدث عنه يعني انا ما اعرفش بس الملاحظ بانه احنا اصبح في كتله من الناس حوالينا بشكل كبير لديها القدره دائما على اطلاق الاحكام على الاخرين حتى بدون مراعاه بانه هذا طب وهذا علم وهناك صح مختصين صحيح لديهم القدره على التصنيف او رح ندخل بالتفصيل هذا الموضوع هذه التصنيفات وهذه الحالات سنتعرف طبعا سافهم منكم يعني هذه بعد الفصل انتظرونا.